بتعمل انت ايه يا اسا بالمكائن؟ هي نياتها الوان وشويه رطوبة. مش شايفين ايه؟ ايه ده؟ ده البيت اللي هيدور فيه فكرة الفيلم اللي بحلم بتحقيقها. والله يا اسماعيل انت صعبت عليا. ما عندكش اي فلاش عليها الشغل بتاعك او اوريه لاي منتج من المنتجين اللي بقعد معاهم يمكن تلفق. بجد يا جريشة؟ اه. برنس يخرب بيتك. 2 مليون؟ اسم كبير زي هند صبري، هتطلب ايه اقل من كده يعني؟ على فكرة انا حاولت معاها تنزل في الفلوس بس هي ما رضتش. بقى كده. تلو دراعي. طب بعدين؟ انا التصوير بعد يومين. طب ايه قولك بقى؟ انا هضايقها. كلميلي بدرية طلبة. على فكرة يا مستر ادهم، انا من ساعة ما عملت فكرة الاعلان وانا كان رأيي يعني ان احنا نجيب وجه جديد. نجيب حد كده فريش ما تشافش قبل كده عشان الناس تصدقه. طب كلمي الواد جريشة بسرعة اجيب بنات عشان نعمل كاستنج. ماشي يا هند. دخلوا جريشة والبنات. ايه ده؟ بالسرعة دي؟ انا مكلمين من امبارح وهو واقف بره بقاله ساعة. صباح الخير يا صانع السعادة. صباح الخير يا رانيا. سهام، ريهام، واخيرا وليس اخرا ميرفت. لف كده يا ميرفت. انا قلت هتعجبك ميرفت، بتلف لوحدها. تنفع صح؟ لا لا. ليه؟ تتناقشني يالا ولا ايه؟ استنوني بره انتوا يا ملات. يلا. ليه؟ ليه يا صانع السعادة؟ دول صفوة الصفوة. دي مناظر تعمل حملة ضد التحرش يا جريشة؟ ما هو لازم يبقوا مادة خام للتحرش. اسمع يالا، البنت اللي انا عايزها للحملة دي لازم يكون ليها بوصفات معينة. بنت تبدو منكسرة وهي جبروت، طيبة بس متوحشة. انت معايا يا ابني ولا مع الاسف؟ اقطع دراعي لو فاهم حاجة، بس على العموم انا معايا فلايش لكل مودلز مصر كله. فلايش؟ هتلاقي السمرة والشقرة والبيضة والحمرة. ايه يالا انت المناظر دي؟ في ايه سعادتك؟ ايه المناظر دي يا دي انت؟ لا مؤاخذة بيدي، فلاشة واحد صاحبي. استنى شوية. فلاشة غلط يا بيه. استنى شويه يا بيل، فلاشه غلط. استنى شويه حمار انت. الله. حاضر ساعتك. بص البنت دي يا رانيا. ايه ده ايه ده؟ دي هايله، دي تقريبا فيها كل المواصفات اللي احنا عايزينها. مين دي يا جريشه؟ معرفش بس اكيد موديل. لا يا شيخ، امال احنا كنا بنتفرج على البوم العيله احنا عارفين انها موديل. مين دي؟ معرفش يا بيه، بس النهارده هعرف. انا عاوزها تتوجد حالا النهارده بالليل تكون عندك. صباح الخير. صباح النور يا فندم. حضرتك جارنا هنا في العماره؟ انا اسماعيل، ساكن في الشقه دي. معلش ما اعرفكش قوي، بس انا لسه جاي العماره جديد. انا يسرى جارتك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. حصل موقف بايخ قوي، الشقه اللي خدتها طلعت بحري. طب وايه البايخ في كده يا فندم؟ دي شقه طلعت بحري، دي ميزه. ما انا بطلع كيس الزباله نسيت شباك الحمام مفتوح، فطيار الهواء رزع الباب في ظهري، اتحبست بره. معاك موبايلك؟ طب ويا فندم ايه علاقه موبايلي برزعه الباب وطيار الهواء؟ ما عشان اكلم جوزي يجي من الشغل بدري، بدل ما انا واقفه بقميص النوم على السلم كده اللي طالع ناس بتتفرج عليا. ايوه صح يا فندم صح. ما هو فعلا سؤال سهل. يا لهوي يا اما، يا لهوي، شفتك وعلمتك وعظيمك. ايه ده؟ جرأ ايه اللي انت عاملاه ده؟ واقفه بقميص النوم كده على السلم، ومين الحيوان ده؟ ناوي. انا حيوان يا بغل يا متخلف؟ مين العربيه الدوتش اللي دخلت علينا دي؟ عيب يا سامح، ده استاذ اسماعيل جارنا. يا خاطر ده انا شايفك وانت بتكتبي له رقم تليفونك على موبايله. وانت بقى لاهلك انت هتديني رقم تليفونها؟ ان شاء الله حتى الله يطع السلم. انت مالك انت؟ طلعياتكم مالك جدي جوز المعز؟ لا طليد، لا طليد، انا ما لقيتش والله. لا ما كنتوا بتعملوا ايه؟ انا كنت قاعد باخد منه التليفون عشان اتصل بيه تلحقني وانا واقفه. انت ايه اللي جابك بدري من الشغل؟ عشان اكتشف خيانتك يا خاطيه. انا ما بكونش من الكلام ده، ثم انا عارف الاشكال دي العالم منظراته حالقين كده. دول يا عمك ايه؟ احترم نفسك استاذ اسماعيل. استاذ اسماعيل، استاذ اسماعيل هيضربك، هيضربك استاذ اسماعيل. لو سمحت ادخل شقتك بقى، ادخل شقتك، امسك موبايلك بقى، خش شقتك علشان خاطرك انت يا مدام. والله بس مره تانية والمصحف هفضك بالمنيه في رفرف وشك. كفايه كفايه فضايح. والنبي احنا في العماره الناس نزلت تاني بقميص النوم على رجلين يقولوا عليا ايه الفضايح اللي انت عاملها لي في العماره دي؟ ما تاخدنيش في دوكه. مين الحيوان ده؟ انت مستدخل نفسك ولا ايه؟ امر طلع الموبايل. مش مطلع الزفت. معلش يا استاذ اسماعيل، طلع له الموبايل، احنا واقفين على الطلاق، بيتنا هيتخرب. مع الحيوان ده اتمنى انه يتخرب، دي فرصه ما تضيعهاش. طلعه له عشان يرتاح. اتفضل. شكك وعنيد. ايه يا عم الصفاره دي؟ انت واقف غيط حمام ولا ايه؟ ايه زغلوله دي؟ مين دي؟ ايه اللي دخلك في الجاليري يا بني ادم؟ لقيت حاجه في الموبايل تخص مراتك دي؟ لا لا، ما مش مع دول،
بقول لك ايه، ما تبيت الموبايل ده معايا النهارده. ابيت ايه معاك؟ ده انت متجوز مدام فيكتوريا سكرت نفسها. احنا اسفين يا استاذ. اعمل فيه ايه؟ اعمل فيه ايه؟ اموته؟ والمصحف الشريف اللي قلب وشك كوبيبه النهارده. انا عملت ايه؟ اسماعيل انت جني؟ انا ما قصدتكيش يا غاده والله، انا اقصد الجاموس اللي واقف بره. طب انت هتدخلنا ولا هنفضل واقفين؟ اه طبعا، تعالى سليم حبيبي تعالى. اتفضل. انا اسف، انا اسف جدا. الحمد لله، ده انا كنت هخرج له بالمخرطه. ثانيه واحده هجيب لك تلج. ثانيه واحده. لا انا مش هستنى كتير، انا جاي اسيب لك سليم وامشي على طول. مش فاهم، هو انا مش قايله لك ان انا مسافره دبي استلم الشغل الجديد وهسيب لك سليم لحد ما اظبط اموري هناك؟ انت جايبني ملوخيه احطها على دماغي؟ في ولايه اجيب؟ وبعدين انت قايله ان انت مسافره يوم 15. النهارده 14. لا anyway، سليم بينام الساعه 9 بالليل عشان يصحى الساعه 6 للباص. مفيش سويتس عشان سنانه، مفيش جانك فود، ياكل كل حاجه مفيد وصحي، ومفيش تمرين كره تاني. كره لا ليه؟ ده الراجل بيقف جون احسن من عصام الحضري. مامي مامي شفتي بابا بيقول ايه؟ بعد اذنك بقى خليني ارجع اتمرن كوره تاني. ولد المره دي مناخيرك اتكسرت، المره الجايه رقبتك هي اللي هتتكسر. اسماعيل انت ما تعرفش اي حاجه عن الولد من يوم ما اتطلقنا، فمن فضلك تسيبني انا اربيه بطريقتي عشان الولد ما يجيلوش كونفيوجن. لا كل لا كونفيوجن، انا لو حسيت باي اعراض كونفيوجن هكلمك على طول. تعليماتي تتنفذ بالحرف. باي روح قلب مامي. انت عايش ازاي مع الكونفيوجن دي؟ انا جعان، تتغدى معايا؟ اه. عايز تاكل ايه؟ ممكن اطلب كنتاكي. طب ومالك مرعوب كده ليه؟ انت خايف منها؟ ده انت لو عايز تاكل في زيزو نتانا هاكلك. ولا سليم لو عايز تقلع مالته وتجري في الشقه عادي، احنا رجاله زي بعض. يا سليم المسجات اللي بتجيلك دي، انت في موزه بتلغيك بالليل ولا ايه؟ ساعات تسألني تسأل انت نمت ولا لا؟ ما تردش عليها، دي ساعة الحظ ما تتعوضش يا راجل. بجد؟ ايوه سيب التليفون. بابي هو انت مش بتحب مامي؟ يا سليم بص يا سليم، انت كبرت ولازم تفهم، مش معنى ان انا ومامي انفصلنا عن بعض ان احنا بنكره بعض، لا انا ومامي عكس بعض. يعني ساعات البني ادم كده يعني بيبقى له معطياته، خد بالك المعطيات دي بتشمل على حاجتين، احتياجات واهواء. انت فاهمني يا سليم ولا انا بتكلم الماني؟ فاهم. انت كذاب اذا كنت انا مش فاهم نفسي اساسا. ده اكيد الدليفري. بص بقى هعمل لك طبق بيض بالبسطرمه تاريخي. لا تقول لي كنتاكي بقى ولا تشيكن ناجتس، مفيش الكلام ده. جيت في وقتك يا معلمي. حسابك كام؟ 700 جنيه. 700 جنيه؟ ليه يا معلم؟ احنا طالبين ايه؟ امسك 700 جنيه؟ يا نهار اسود. طب بص يا معلم احنا مش عايزين الحاجات دي، احنا هناخد دول، حسابك كام كده؟ كده 540. ليه يا عم كتير برضو؟ ما تخالف البوك رحمه يا اخي. يا اسماعيل انت بتتخانق ولا ايه؟ ده رايه صيع، ده رايه صيع واحنا صبعنا في بقنا صيع. اهدى اهدى يا جريشه، اهدى، ده الراجل بتاع الدليفري حرام عليك. امال لابس لبس السجن ليه كده؟ بقول لك يا جريشه حاسبه عبال ما اعمل للواد لقمه، الواد على اللحم بطنه. حاضر حاضر، ما انا على طول كده. 540. لا يا حبيبي هم 200 جنيه حلوين قوي. 540 لا اتكل على الله، يلا 200 جنيه حلوين قوي. مش هينفع يا فندم. انا مال انا بيه؟ انت مش شايلني همك ليه؟ يلا يا حبيبي. مش هينفع. يلا يا اخويا بس دي اول مره وبعد كده هنجيبك تاني. يلا بس تجيب ايه يا فندم؟ يلا اتكل على الله. ايه ده؟ سلم عامل ايه يالا؟ ازيك يا انكل جريشه؟ بقول لك ايه يا جريشه؟ انا بعمل بيض بالبسطرمة، عامل حسابك معانا؟ والله سبقتكم، بس مفيش مشكله يعني لو اكل لقمتين معاكم. ماشي. بقول لك ايه يا سمعه؟ امرني. في بنت كده انت تعرفها مزنوق فيها. اطش وشك بالزيت ده اشوهك والمصحف، الواد قاعد. يا اخي انت فهمت ايه؟ امال ايه؟ لا ما اقصدش مش للدرجه دي. بنت صورتها كانت على الفلاشه اللي انت اديتها لي. مفيش حريم على الفلاشه بتاعتك. لا حبيبي في حريم وحلوين وطعمين كمان. فين الكمبيوتر؟ الكمبيوتر في الثلاجه، لكن لو اللابتوب جوه. حلوه. عندك في المفاعل؟ ايوه. يا سلم يخرب بيتك وحشني. عيال صغيره بس قرود. بقول لك يا سليم، انا كنت بعمل لك بيض بالبسطرمه بس تقريبا قلبت مني على فاصوليا بيضة. سمعة الله يحرق ايامك. تعالى لقيت البنت يا سمعة. يحرق ايامك. بنت ايه؟ ايه يا عم القمر المنور دوت؟ هي دي؟ تخيل ادهم العش عايزها في حملة اعلانية كبيرة قوي وما لقاش غير دي؟ بتطلعها في القفص بنت الجزمة. ما تحترم نفسك يا اخي بقى، احترم نفسك. الله فيها يا جدع، انت محموق عليها ليه؟ هي خطيبتك. والله شكلك انت مقنتب معاها ولا مظبط معاها؟ مظبط ايه؟ ما ينفعش اظبط معاها اساسا. ليه يا اخي؟ هي جت عليها.
البت دي، البت دي انا وانا البت دي. طيب يا سيدي ما تقلقش عليها، هناخدها تعمل الحمله وارجعها لك صخ سليم. طب افهمه ازاي المتخلف ده؟ يا بني ادم انا والبت دي بني ادم واحد. ازاي يعني؟ كنت بعمل ماسك واحده ست، فجبت بنت موديل اجربه عليها، فالبنت طلبت فلوس زياده فعملته على نفسي. على فكره انت بتتشل على فكره. والله العظيم هو ده اللي حصل. ما تنفسي نفسك كده. ايه يا جراش، هو انا هختصمك ولا ايه؟ تليفونك سيبير. الو. ايوه يا صانع السعاده. يا زفت. البنت اللي حضرتك طلبتها عشان تعمل الحمله، اهلها يا سيدي اهلها مش راضين ان هي تمثل. انا هصور الاعلان بعد بكره. عرفت تجيب البت استبينا، ما عرفتش تجيب البت انا هبعت مدير انتاج دكر يجيبها من شعرها. هتقعد في بيتكم وهيطلع عين امك. الله يخرب بيتك يا اسماعيل وبيت سنينك السودة. حسبي الله ونعم الوكيل. طيرت مني المصلحه وقطعت عيشي. ايه يا عم انا ذنبي ايه؟ اللي هيجنني اموت واعرف ليه المخرج بتاعكم مصر على البنت دي تحديدا. يا عم ده حمار، ده عمل فيها الباتشينو وقال لي اصل شكلها جديد، شكلها شرس بس نظرتها بريئه. اعمل ايه بس؟ طب بص عليها جريشة، دخل العيل الصغير ينام عشان نتكلم كلام كبار. سليم حبيبي خش كمل الساندوتش في الاوضه. خش خش يا حبيبي. يلا حبيبي. انت هتركب على المصلحه دي يا اسماعيل. اركب عليها ازاي يا جريشة؟ خد لك بس نفسين من المزمار البلدي ده واسمعني كويس. هي ديتها 5 ساعات تصوير، وتاخد ال 20,000 بلبل وتهبط. مش عايزينك يا اخي تاني. تدفع الديون اللي عليك وتصرف على الغلبان الصغير اللي جوه دوت. يا راجل ده لولا الشقه اللي انت وارثها من ابوك كان زمانك دلوقتي انت وابنك في الشارع. وانا اضمن لك يا سيدي انك ترجع صخ سليم، محدش هيلمسك ابدا. بعايزني انا؟ انا اسماعيل الجرح ايقونه الرجوله، رمز الفحوله، يجي على اخر الزمن واعمل واحده ست؟ يلا يا جريشة، يلا يا جريشة. يا جدع انا بقول لك مصلحتك. يلا يا عم مصلحتك، يلا مصلحتك، يلا يا عم جريشة. افهمني بس يا عم. يلا انت هتعملها مره. يلا يا عم خد المسمار ده بتاعك وتوكل على الله. طب حق البقاله. يلا يا عم نعدي عليه العزا ربيه. حسبي الله ونعم الوكيل. يلا يا عم. يا حرج يا صيع، حق البقاله يا صيع. ايه ده انت مين؟ انا سليم. سليم مين؟ سليم ابن جوز المدرسه هيفوتنا. بس المدرسه؟ يا نهار اسود، روح في وشك بسرعه بسرعه بسرعه. عبال ما جهزت الواد وعملت له شيء. ايه ده؟ مش مشكلتي تحكي لي. انا اسف يا ابله عفت. ايه ابله دي؟ طب اقول ايه؟ انا اسف يا مدام عفت. بس يا جزمه منك ليها. ايه يا استاذ في ايه؟ ايه مدام دي؟ تضارير مش شايف؟ انا الحقيقه دلوقتي مش شايف حاجه خالص، لان ما شاء الله حضرتك حجبت زاويه الرؤيه. اللي هيضحك تاني هبلعه. انا عايز اقول لك ان اداره المدرسه بعت لك معايا مفاجاه. غمض عينيك، فتح عينيك، الجواب ده ليك. يلا يا فكري. ايوه غدا. ايوه سامعاني؟ سامعاك. طب بقول لك ايه، انا عايزك في موضوع مهم. بعدين بعدين انا مشغوله. لا بعدين ده ايه؟ اسمعيني، المدرسه بعتين جواب عايزين بقيه قسط المصاريف بتاعت الواد سليم، ولا مش هيدخلوه المدرسه تاني. طب ما تدفع. ادفع يعني ايه يا غدا؟ وانت عارفه ظروفي المهببه. انت مديني الواد مديون ولا ايه يا غدا؟ اسماعيل انا بدفع من ساعه ما اتطلقنا، وبعدين سليم ابنك زي ما هو ابني، اتحمل المسؤوليه شويه بقى يا اخي، خلي عندك دم. ايوه غدا بس دول 30,000 جنيه وانا اللي في جيبي ما يكملوش 30 جنيه. خليك اب مره واحده في حياتك بدل ما انت مقطيع. طب انت عصبيه كده ليه؟ ما تهدي. مش هفضل شايله مسؤوليته طول عمري. هو انت ايه؟ بتقول ايه؟ يعني ايه يا ده انت مش عارف تجيبها؟ قول بقى انك خرفت ومبقاش لك في الشغلانه يا حبيبي.
هو ممكن يكون فعلا مش عارف يجيبها، وعشان كده في كذا ايجنسي ممكن تجيبها بدلها. يا جماعه ما ينفعش بنت كومبارس كنت بديها 200 جنيه في اليوم اديها 100000 جنيه في الاعلان. 100000؟ اه كتير برضو. عشان كده بقول لكم شوفوا اي حد تاني غيرها. اسمها ايه البت دي؟ اسمها رغده. شوفي حتى الاسم قديم. انا ماني وايز ماليش علاقه بالموضوع، بس البنت ملامحها ان جدا للحمل. طيب يبقى على البركه، قول لها يا ابني ان احنا موافقين. موافقين ازاي؟ الله يا باشا انت كده بتعص علينا الناس وبتبوظ السوق. انت مالك انت؟ انت بتدفع حاجه بتجيب امك؟ الله ازاي يا ادهم؟ ادهم ازاي يا صانع السعاده؟ اسمع خير مالك، البنت دي انا عايزها بكره، بكره الصبح تكون عندك في البلاتو. انزل من على ودانا يا جريشه، انا عمري ما هعمل التهييس اللي انت بتقول عليه ده. التهييس اللي انت بتقول عليه ده هيجيب لك فلوس زي الرز. دول رفعوا المبلغ ل 40000 بلبل. 40000؟ اه ل 40000 ولا 60000؟ انا ما فيش الكلام ده. راجل عض، انا مش عارف انت متجعرن قوي ليه كده، مع اني عارف كبير وغطاه. مش عارف اسماعيل يعني، بس انا واحد من الناس مش هطلب منك تمن البقاله. انت بتعايرني يا جريشه؟ ان شاء الله ربنا هيدبرها من عنده يا سيدي. ونعمه بالله، بس ده رزق وجالنا، نعمه نرفضها؟ لو كترت في الكلام شكل انا اللي هرفضك. طب انت عارف يا اسماعيل، لو ما دفعتش مصاريف المدرسه لسليم هيحصل ايه؟ هيحصل ايه؟ هيحصل حاجات كتير اوي، كتير اوي، حاجات كتير. سليم هيطرد من المدرسه الانترناشونال، وهتضطر ترميه في اي مدرسه. هيتعلم الصياعه، وده المكان أصحابه نور ومهند هيبقى بره وكرع، وسليم الكيوت هيتحول لبلطجي وشبح ويقعد يثبت في الناس، ومش بعيد يثبتك انت. وبدل ما كنت تتمنى تشوفه دكتور ولا مهندس هتنتهي حياته في السجن. السجن، السجن يا اسماعيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا الله ولا فرحك. قلت لي التصوير امتى؟ بقولك ايه، بصي دي كده. هو بس مشكلته الالوان فرايحي، احنا بنعمل حمله لا للتحرش، يعني قولي له اهدى شويه. حد من الانتاج يشوف لي جريشه. تحت امرك يا صانع السعاده. بنت جت؟ جت طبعا. تعالي يا رغده. الرحمن الرحيم. اهدي اهدي. سامحني لو سمحت. معلش انا اسفه، لله السلك لمس في الكعبه فتقريبا اتكهربت. لا لا ولا يهمك، ده من حظ الحلو. قولي لي رغده، ده اسمك الاصلي ولا اسم شهره؟ لا اسم الشهره. امال اسمك ايه؟ نبويه. لسه امبارح بقول لك ايه يا ضع على موضوع نبويه ده. ايوه صح. هو نبويه ايه؟ احنا 10 دقايق ونصور. رغده هي رانيا. ايه ده رغده، انت احلى بكتير من الصور. انا رانيا فهمي الكرييتيف دايركتور بتاعت الحمله. وانا رغده اللي همثل في الحمله. انت تعبتيني قوي على ما جيتي. وحياه مامي انت اللي تعباني من اول ما دخلت. خلاص لا لا لا، هي ما تقصدش، هي قصدها يعني ان هي تعبت قبل ما اقنعت اهلها عشان تيجي تعمل اعلان. رانيا هاتي لي ستايلست بسرعه عشان اشوف اللبس والشعر. يلا. اه جريش استعجلهم لي بسرعه. حاضر يا ريس. استعجل مين؟ اي حد. استعجل اي حد. يلا حرك. حاضر يا باشا. حرك. رغدة لو سمحت ما بحبش كده. ولا كده؟ ارجوك لو سمحت. انا كنت عايز اسالك بس، انت مثلتي قبل كده ولا دي اول مره؟ لا اول مره امثل. حد قال لك قبل كده انك شبه منى شلبي؟ لا بيقولوا لي اني شبه مدحت شلبي. احنا جايين نهزر بقى ولا ايه؟ امال جايين نعمل ايه؟ نعزي؟ جسمك حلو قوي قوي. بتلعبي رياضه ايه؟ انا بلعب رياضه الزانه، تسمع عنها؟ اوه اللي اسمع عنها. اكيد هي اللي مخليه جسمك عامل زي الخرزانه. الخرزانه دي هتنزل على ادبك يا سافل. انا عايز اصور. سفاله وقله ادب. شو بقى يا جماعه هنبدا؟ اتفضلوا. بص يا رغده، انت واقفه وسط الزحمه ومفيش نطع من اللي قاعدين دولت عاوز يقعدك. النخوه اتعدمت، المتحرش واقف وسطيهم. بتعجبيه، بتستفز الحيوان اللي جواه، بيتسلل، ووب بيتحرش بيكي.
وبعدين في يومك الاسود ده اقسم بالله اقسم بالله اديك بالركبه. اوه في يا حبيبتي انت فهمتيني غلط. انا بشرح لك الراجل ده هيعمل ايه بالظبط. هتقومي شتمان هتقولي له ايه قله الادب والسفاله دي. اوب الرجاله دول هيقوموا. في ايه في ايه يا حيوانات في ايه في ايه يا حيوان هاتها يا حيوانات هاتها في ايه انا مالي انا يا حيوانات اهدي. هيحاولوا يتحرشوا بيكي. هنا هتبص للكاميرا ومنتهى الانكسار وتعيطي وانا هنزل اللوجو. بدل ما يضيع حقها لازم نقف جنبها. تمام فهمتيني؟ فين المتحرش؟ موجود فين؟ موجود يا ريس. جاهز يا استاذ. اثبت اثبت. هو ده المتحرش. هو في غيره؟ ده هيقوم التحرش. ايوه بس ده مش هيتحرش، ده هيجيب عيال على طول. سلام عليكم. اثبت اثبت. بقول لك هخليهم لك 60,000 بلبل. بلبل؟ اه. عايزك ما تحرمناش بقى في المشهد من الرياكشن الجميل بتاع التحرش بتاعك. لا 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 مش ده، ما كنا جبنا اي حد يعمل الرياكشن ده. هو ده. الله. تمام يلا يلا انا عايز اصور. ربنا معاك. يلا انا متاخر والله. شط واحد تحرش اول مره اكشن. ايه الحيوان اللي قال ستوب؟ مين الحال يا استاذ ادهم؟ الاستاذ حمدي الوزير فاكر نفسه بطنه مش اتوبيس. ادهم ايوه مجنن هزر. انا بشوف شغلي. عندك حق. هو انا بس لو ايه ده هو انا بس هستاذنك.